الكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده وكل ما كنتمنى ان شاء الله. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لواحد الكوشكوش كيطلع رائع بزاف، يعني كوشكوش مغربي واصيلي، وكاين بزاف ديال الاخوات كيبقاو يطلبوا ليا الكوشكوش مغربي من الخارج. وكنتمنى ان شاء الله تلاحظوا تشوفوا طريقه مزيان باش يصدق لكم الكشكش، وخصوصا في هذه المناسبه ديال عيد الاضحى. يعني اللحوم موجوده، يمكن لكم تستعملوا بها عده اشياء. وكنتمنى ان شاء الله تتبعوا المرحله مزيان باش تطلع لكم الوصفه هائله جدا ان شاء الله. كما كتلاحظوا عندي هنايا تقريبا كيلو ونصف ديال اللحم هنايا كما كتلاحظوا، يعني اللحم تختاروها تكون مزيانه وتكون مهبره شي شويه. وعندي هنايا واحد بصل بصله كبيره قطعتها على هذا الطرف. وهنايا عندي واحد الربطه ديال القزبر والمعدنوس. وهنايا غادي ناخذ واحد شويه هنايا قزبر ومعدنوس مطحون. وعندي هنايا تقريبا هنايا شي 800 غرام ديال الحمص كما كتلاحظوا. وهنايا الحمص يمكن لكم تعملوه كثير، يمكن لكم تعملوه قليل، كيف ما حبيتوا على حسب الضيافه اللي كتكون والاشخاص اللي عندكم. وهنايا غادي ناخذ واحد الزيت، يعني كاس كريمي، يعني بحالو بحال ديال العنبه، بحال يعني كاس قل واحد شويه، قل واحد جوج سنتيم ديال الزيت كما كتلاحظوا. وعندي هنايا التوابل كما كتلاحظوا، عندي هنايا عواد قرفه، يعني قرفه عواد خصها تكون بحال هكذا. وعندي واحد الاخر واحد الزعفران، يعني غادي نعملوها كامله. وعندي واحد ملعقه ديال زنب سكينجبير. وعندي واحد الخرقوم او كركم هنايا واحد هذه ملعقه كبيره، وهنايا ملعقه كبيره، وهنايا ملعقه كبيره ما عامراش بزاف ديال فلفل اسود ابزار. وعندي واحد ملعقه صغيره عامره شي شويه مزيان ديال الملح. الملح كيبقى اختياري انتم على حسب الذوق ديالكم. ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي نجيب لكم هنايا قدام باش غادي نوضعوا هذا اللحم هذا ان شاء الله في الطنجره كما كتلاحظوا بحال هكذا. وغادي نضيفوا اللحم ديالنا، اللحم كيف ما بغى يكون نوعه. ان شاء الله غادي نوضعه على النار. غادي نضيفوا هذا الزيت ديالنا اللي قلنا كما كتلاحظوا. وهنا غادي نديوه على النار يتشحر واحد شويه، عاد نضيفوا ليه البصل والكسميتو والتوابل ديالنا ان شاء الله. من بعد ما وضعنا على النار دابا ان شاء الله كما قلت لكم هنايا غادي نخليو هذا الحمص طي يعني يتشحر لنا شويه اللحم. وهنايا عندي هنايا الماء كما كتلاحظوا، عندي هذا الليتر الاول ان شاء الله، وغادي نضيف له الليتر الليتر الثاني، يعني 2 لتر ديال الماء، 2 لتر ديال الماء. وان شاء الله غادي نولي معكم. وهذا الكشكوش هذا يعني بدون خضار. وهنا من بعد ما كيتشحر من هذا اللحم بحال هكذا كنقلبو.
وغادي نضيفوا هذا البصل وهنا غادي نضيفوا هذه الربيطه ديال البقدونس وغادي نزيدها واحد شويه واحد القريصه من هذا اللي مطحون اللي قلت لكم غير شويه وهنا غادي نعملوا هاد التوابل هادو اللي هضرنا عليهم غادي نعملوا واحد جوج عويدات بحال هكا ديال القرفه وهذا الشيء اخر غادي نضيفوه كامل غادي نعملوا هاد الزعفران هذا وغادي نعملوا هاد الحمص هذا نخليوها دابا تحر واحد شويه وعاد نضيفوا ليها الماء الكافي ديالها ان شاء الله ودابا كما كتلاحظوا ما تقلى واحد شويه دابا غادي نزيدوا الماء ديالو الكافي خاص الماء يدوز فوق منه كامل دابا غادي نشدو عليه وغادي نخليوه تقريبا واحد نص ساعه ديال المقله وغادي نشوفو وهنا كنجيب واحد البرمه بحال هكذا على حسب الكسكس ديالنا كنعملو له واحد شي حاجه باش نربطوها من هنايا شي سلوفان ولا اي حاجه وهنايا عملت فيها تقريبا نص ديال الماء مع واحد الحامضه واحد نص حامضه بحال هكذا باش ما تكحالش مثلا هاد البرمه هذه ودابا ان شاء الله غادي نضيف فيها هذا الكسكس هذا الكسكس هذا مع غسلته مغسول بالماء ومعصر هو راه ناشف كما كتلاحظوا دابا ان شاء الله غادي نعملوه يتبخر واحد نص ساعه ديال المكان ان شاء الله وغادي نولي معكم ان شاء الله دابا غادي نوضعو على النار باش يتبخر لينا ان شاء الله كيف كتلاحظوا هنايا دابا عندي هنايا بصله مشلضه كما كتلاحظوا شرائح بحال هكذا وغادي نعملوه على النار تكون مهيله ما تكونش بحال ملي كنعملوه على الطنجره بحال هكذا في الطنجره عفوا نعملوها يعني كل مره كنحركوها باش ما تحرقش وهنايا عندي هنايا تقريبا جوج كيلو ديال البصل وكتعرفوا البصله راه كتذوب وانا كنبغي شويه البصله وهنا الا بغيتوا تعملوا تنقصوا شويه من الكميه ديال البصله يمكن ماشي مشكل وهنا عندي تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه تقريبا ديال الزيت كما كتلاحظوا وعندي واحد الزعفران هنايا يعني كاملة هادي يعني بحال هادي زعفران وعندي واحد ملعقة صغيرة ديال الملح الملح على حسب الذوق ديالكم وهنا إن شاء الله غادي نعملو بهذه الطريقة بحال هكذا وهنايا عندي واحد ملعقة صغيرة ديال القرفة واحد ملعقة كبيرة ديال السكر هادو غادي نخليهم على الجانب على ما نقربوا طيب لنا هذا البصل وعاد غادي نضيفوا عليه هاد المكونين ان شاء الله ودابا غادي نعملها على النار كما كتلاحظوا غادي باش هاد الزعفران شويه يتطلق هنا غادي نوضعها على النار مهيله ونخليوها مره نبداو نحركوها ولكن خصنا نكونوا مغطيينها بحال هكذا كما كتلاحظوا هو اللحم ديالنا طاب نتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان انتم والمرق يعني عندنا المرق
بغيناش نشفوهم للمرق يعني، والنس والمرقه الماء اللي عملنا يعني هي الكميه اللي عملنا، ما زدت لها لا ما لا والو، يعني كما كتلاحظوا حتى طابت، وانتم حتى كتحسوا باللحم يعني طاب، هانتم يعني راه طايب مزيان، هانتم يعني طايب. هنا على حسب، ما نقدرش نعطيكم الوقت ديال الطياب ديال هذه، ولكن على حسب كاين الناس اللي عنده اللحم كتلقى ما كيطيبش دغيا، كاين اللي كيطيب دغيا. المهم تشوفوا انتم ملي غادي تلقاو اللحم ديالكم طاب صافي، نطفيو عليها ونزولوها ونخليو على ما يطيب لنا، على ما نفوروا الطعم ديالنا ان شاء الله، وكي سميتو ونعملوا الزبيب ديالنا حتى هو. انتما هنايا كيف كتلاحظوا عندي هذا الزبيب، انا عملت هذا الزبيب الاسود، دابا ان شاء الله غادي نعمل معاه شويه ديال الماء، وغادي نسلقوا شويه على النار بحال هكذا، وغادي نوضعوا على النار ان شاء الله، وغادي باش يتسلق واحد شويه، وديك الساعه نولي معكم. وهنا خصكم تغسلوه ضروري، ما تغسلوه، تخليوه يرقد شويه في الماء وتحركوه تغسلوه مزيان، تعاودوا له جوج ثلاثه المرات باش كيتحيد له ديك الغبره كامله، وديك الساعه يمكن تعمل هذه العمليه هذه ان شاء الله. الله غادي نشوفوا الكسكس ديالنا، غادي نعملوا ليه الطريقه الثانيه ان شاء الله. وهانتم من بعد ما وضعتوه هنايا كما كتلاحظوا، وهنا غادي نعملوا له شويه ديال الزيت كما كتلاحظوا، يعني كاس تقريبا ديال ما عندي كيندي. وهنا ان شاء الله غادي نزيدوا معاه شويه ديال الماء كما كتلاحظوا، غادي نعطيه واحد شي ثلاثة ديال الكيسان ونص تقريبا، وهنايا دابا غادي نعاود له الثالثة. هنا كما كتلاحظوا هنايا غادي نعملوا ليه الملحه كما كتشوفوا، هنا ملي كتشوفوا كتقلبوا كتلقاو الطعم ديالكم مزيان فاسق مزيان ورطب، كتعرفوا بان ما مزيان. هنا غادي نعمل ليه شويه ديال الملح بحال هكذا، الملحه عندي هنايا معلقه كبيره ديال الملحه، ندوبوها شويه مزيان باش ما تبقاش محببه. كنعتذر لكم على حسب كان عندي الهاتف سخن ما قدرش يستحمل السخونيه وحبس ليا من التصوير. هنا كما قلت لكم على حسب الطعام ديالنا زدنا له هذيك الملحه مع ديك كويس ديال الماء، وعملناه على الفرن باش ينشف شي شويه ان شاء الله، وديك الساعه نولي معكم. هانتوما غادي تشوفوا الكسكس مازال، والبصل مازال، والزبيب مازال ان شاء الله. هانتوما كما كتلاحظوا الكسكس مازال له شي شويه، غادي نغطيوه وغادي نخليوه، ولا تخليوه بلا ما تغطيوه بحال بحال. وهنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا عاوتاني البصل، البصل راه غاديه حتى هي كما كتلاحظوا، وعندي الزبيب هنا كما كتلاحظوا، الزبيب هنايا مازال غادي يعني كي باش يرطب لنا واحد شويه باش نعملوا ليه المكونات ديالو ان شاء الله. وهنا دابا ان شاء الله كما كتلاحظوا الزبيب، هذا الزبيب يعني انا عجبني نعمل هذا الكحل هذا، ولكن نتوما الا مع كتشوفوا هذا المرق ديالو، هنا غادي نعملوا له واحد ملعقه كبيره ديال السكر، واحد ملعقه صغيره ديال القرفه بحال هكذا. وهنا ان شاء الله غادي نخلطوه بحال هكذا، وغادي نعملوه على النار، نخليه باش يتكرمل شي شويه مع داك السكر اللي عملنا له بحال هكذا، وغادي نعملوه فوق النار ان شاء الله. وهنايا كما كتلاحظوا هاد البصله
لحقاش هاد البصله ماشي الحمراء، الا كانت الحمراء راه دغيا كتذوب وكتردوا بالكم معها. بحال دابا هادي لا، هادي بحال مثلا ما كتبغيش تذوب لكم ولا بقا تعملوها الطريقه بحال هكذا مع التحراك ومع تخلط بحال هكذا بحال كنقرضوها بحال هكذا باش طيب باش دغيا تسهل الطياب وباش ما يتحرقش باش تلصقش عاوتاني في القاع. والنار دائما تكون ناقصه ما تكونش مجهده بزاف. ودابا البصل ديالنا كما كتلاحظوا دابا ان شاء الله غادي نزيد ليها شي 3 ديال المعالق كبار ديال السكر هانتوما. وهنايا غادي نعمل واحد معلقه كبيره ديال القرفه بحال هكذا. الكشكش ديالنا وجد التفويره ديالو الاخيره هي هذه دابا واجد لينا. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا البصل ديالنا مع الزبيب ان شاء الله. دابا نحيدو على الجانب هنا كما كتلاحظوا على البصل ديالنا وهنا ان شاء الله غادي نعملو مع شويه ديال هاد الزبيب هذا ونخليه واحد شويه نزينو به. دابا بقات العمليه ديال الطبق الاخير نشوفوا الطريقه كما كتلاحظوا. دابا هذا هو الطعم ديالنا واجد غادي نزيدوا عليه واحد شويه ديال المرق كما كتلاحظوا بحال هكذا. يعني علاش كنعملوا له الطريقه هذه باش كيجي في اللون اصفر ما يجيش في اللون ابيض مثلا. نعملوا له واحد جوج مغارف بحال هكذا وهانتوما من بعد ما خلطتو هانتوما اللون ديالو كيف واضح، يعني واضح بانما اللون ديالو ولا اصفر. انا غادي نعمل على حسب جوج ديال الاطباق وغادي نشوفو حنا طبق يعني بحال غادي نعمل واحد الطبق ونشوفو الطريقه التزيين ديالو ان شاء الله. وهنا نشوفو الصحن بحال هذا وديك الساعه نعملو الطعام ديالنا ونشوفو القياس اللي بغينا ان شاء الله يعني بهذه الطريقة هذه. ثم الطبق ديالنا الأخير كما كتلاحظوا الكسكس ديالنا كيطلع رائع وكنتمنى إن شاء الله تجربوه بهذه الطريقة غادي يعجبكم 100% إن شاء الله. وكنتمنى إن شاء الله تعملوا لايك الفيديو وما تنساوش البارتاج مع الأصدقاء. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.